اليوم نشهد انطلاق فعالية ملتقى الوادي الوطني للإبداع تحت شعار الحكاية إبداع الحكاية أداء وإبداع مشترك بدعم من وزارة الثقافة ودعم من مجلس الجهوي للداخلة وبشراكة مع المديرية الجهوية للثقافة. هذا النسخة حاولنا أننا نغوص شوي في مسألة اللي هي مهمة في الموروث الثقافي الحسني اللي هي الحكاية والأمثال الحسانية، وبغينا يعني نلودوا كيفاش هذه الحكاية وهذه الأمثال يعني نبلوروها بشكل فني في عمل مسرحية وعمل تلفازي إن شاء الله نكون احنا السباقين في هذه العملية هذه. وكيشهد هذا الملتقى يعني مجموعة من الأمور من بينها يعني محاضرة بعنوان دور الحكاية والأمثال الحسانية في الموروث الثقافي الحساني، وكذلك كاينة لمسة مسرحية مع الفنان بوجمع الجميعي، وكاينين ورشات يعني ورشة في الميمو والبانطوميم للأستاذ عزيز بلاغ، وورشة ديال الطفل للفنانة نبيها برني، وكذلك كاين ورشة ديال إعداد الممثل للفنان عبد الله ديدا والتشخيص لعبد ربه سيد أحمد شكاف. وكذلك هناك يعني مجموعة من ليزاكتيفيتي اللي غادي نديروا إن شاء الله في هذا الملتقى، وهذا الملتقى احنا كنسعى به دائما وهدفنا أنه الموروث الثقافي بشتى أشكاله أننا نحاولوا اننا نصيغهم يعني ما يبقاوش في تراث شفاهي، انه يكون تراث مكتوب، وغادي نحاولوا ان شاء الله نصيغوا واحد الكتيب في النسخه الثالثه ان شاء الله انه يكون يعني مكتوب ونعلنوه للجمهور الكريم. اليوم جيت نحضر هذا الملتقى الوادي الوطني للابداع لفرقه سروافد، جيت هون ان شاء الله باذن الله عندي واحد الورشه ديال في المسرح تشخيص لفائدة نادي الكهربائيين، يعني هاي الورشة خاصة للأطفال، يعني إن شاء الله بإذن الله لنحاول عن هاي الورشة نعطي لها الأطفال ياسر من يعني هاد الخبرة اللي أنا اكتشفتها، يعني الخبرة المتواضعة خاصة يعني أنني كان بداية يعني في مسرح الطفل، وصراحة كان أعشق هذا المسرح اللي هو مسرح الطفل، وإن شاء الله بإذن الله الورشة غتبدأ من غدا نهارين إن شاء الله بإذن الله، لنحاولوا عنا نعطوا مجموعة من الأهداف ونحاولوا هؤلاء الأطفال يستافدوا شوي من هذه الورشة إن شاء الله. ونبغي نشكر يعني فرقة روافد على هذه الدعوة لهذا الملتقى، ونتمنى لهم التوفيق والاستمرارية، وهي النسخة الثانية إن شاء الله، لما النسخة الثالثة تعود إن شاء الله دولية. الشرف